كيف بتتجرأي تجي لعندي؟ أنا ما في شي بيمنعني إني أتجول بالحرم لك. أنت مالك صلت علي لحتى تقلي لي وين روح وين إجي؟ لا ترفعي صوتك، أحسن لك. ما عاد رح أسكت أبداً. أوعك تفكري تقللي احترامي أكثر من هيك. لازم تعرفي إني صرت قوية وفي عندي مين ياخذ لي بحقي. أنت عم تتخطي حدودك، يا ريت تنتبهي لكلامك، لأنه هالكلام أنت مانك قده. قيمي هالحقد من قلبك بقى، لأنه مصطفى مو بهالقوة لحتى يقدر يواجه السلطان. حاجتك بقى. هلأ بدك تعتذري من هيا مو قدامي. ما سمعتي شو أمرتك؟ أنا بعتذر. والله زعلانة على الست درة، يعني هيك بزتوها بالشارع بدون رحمة؟ وين بدها تروح بعد هالعمر؟ شو بتعمل؟ أنا مالي مبسوط من اللي عم بيصير أبداً. لازم نلاقي شي حل أحسن ما تتطور القصة أكتر. مو بس هي المشكلة، لأنه في كتير مشاكل غيرها. كيف؟ شو بدك تساوي؟ مصطفى؟ سلطانة هيام، فيكي تتركينا أنا وأبي شوي؟ جاوبني لشوف. اللي كيف بتتجرأ؟ انت ما بتعرف انه اوامري وقوانيني هي اللي بتمشي بكل الارض بدوس عليها؟ حتى مستقبل العيلة السلطان هو يلي بيرسلنن اياه، وكل قرار باخده بيمثل ارادتي انا وبس. هاي الامبراطورية لا يمكن تندار بدموع النسوان. بما انه هيك وقفها للسلطانة هيام، ولا تخلي دموعها تفرق بيناتنا. لك انت شو بتقصد؟ هذا الواقع. حضرتك قوي كتير وقادر انك تدير الكون كله، بس انت ضعيف قدام هيك وحدة. سليمان شوفي. ولا شيء هيام. حسيت انه انا السبب بخناقتكم هي. موضوع بيني وبين ابني يا ريت انت ما تتدخلي فيه. سلطانة وئام، وينك أنت؟ مولاي أمر أنه يرجع درة خانه مع وظيفته يا سلطانة، فقلت بروح بهنيها. منيح. طيب ونورة، في منا شي خبر؟ بنوب يا سلطانة، نورة صار لها من مبارح بالليل ما طلعت من غرفته للأمير. حلو كتير، ممتاز.
سلطانة؟ أهلا وسهلا نورة. بسرعة احكي لي شو صار معكم؟ سلطانة، كل شي صار مثل ما كان بدك. ضليت مع الأمير لوش الصبح، والأمير انبسط مني وقال لي الليلة كمان بده يعني. برافو عليكي. بس مولاتي في شي تاني. لما كنت عم بفطر مع الأمير إجت السلطانة ناهد دوران، بعدين فاتوا على الغرفة الجوانية. أنا حاولت إني اتنصت عليهم وفهمت القصة. إيه، وشو فهمتي منهم؟ سمعت الأمير عم بيقول للسلطانة إنه هو ما بده يشارك بكرة بالاحتفال بعد صلاة الجمعة. أنت متأكدة من هالكلام ما؟ معقول كذب عليك يا سلطانة؟ طيب يا نورة، أنا فعلاً كتير مبسوطة منك. هلأ صار فيكي تروحي تشوفي شغلك. مولاي عم تفكر بمصطفى؟ والله الحق معك، ما بعرف كيف تصرف بهالطريقة هي. شو ذكرك بهالموضوع هلأ؟ لأني سمعت إنه بكرة ما رح يشارك معك بالاحتفال. شو هاد اللي عم تقولي؟ الكل بالحرم لك عم يحكي. هذا الكلام مو صحيح، مستحيل يتصرف مصطفى بهالطريقة. وأنا بوافقك هالرأي، بس في احتمال إنه في حدا عم يحرضوا عليك، وإن شاء الله الموضوع ما يكون هيك، وإلا هالشي حيكون تحدي إلك مولاي. ما أكلت شي؟ بكفي شبعت. يعني بكرة رح تروحي؟ إيه، مولاي السلطان سليمان أمرن أنهم يبعتوني. بإذن الله يا سلطانة بكرة رح سافر. يعني أنت يا آيبكة مقتنعة أنه صار لازم تروحي؟ إيه طبعا، ليش هالسؤال؟ ما بعرف، بس أنا صار لي فترة طويلة عم شوفك مترددة بالروحة، يمكن مو حابة تتركينا وتروحي. أنا بدي روح، بس بالي بيك إله خبر؟ ما بعرف، بظن إله خبر. أكيد هو هلأ بيكون مقهور. ليش لينقهر؟ لأنه اهتمامه فيكي كتير واضح، أكيد بحبك وعم بيخبي هالشي بقلبه. كيف؟ هيك هو عم بيقول؟ معقول يقول هيك شي؟ وخاصة بالحرم لك. خسارة، أنتو كنتو كتير لابقين لبعضكم. انسي، أنا رح روح على الحمام، بتحبي تروحي معي؟ طبعاً سلطانة. شو رح تعملي المساء؟ في كم حدا لازم ودعون. آي بيكي لا تنسي بالي بيك، ما بيصير إنه تسافري بدون ما تودعي. مزبوط، هو بالذات تحملني كتير. وقت بدك تشوفي قليلي مشان ابعت لك فستان. وليش الفستان؟ شكرا ما بدي. اسمعي مني ما بتندمي. انتي شو عم تساوي هون بالقصر؟ السلطانة الام قالت لي ارجع، هيك الاوامر. انتي حرقتي لي وشي، شوهتيني وكنتي رح تموتيني. سلطانة بعدي عنا. سلطانة تركي البنت. خلاص الله يخليك اهدي شوي. خدوها من وشي. درة شو عم تساوي هي هون؟ فهميني كيف بضل هي هون بالحرم لك. مولاتي أنا كم مرة قلت لك ما بدي أشوف وشك؟
قبل شوي شفت الجارية فاطمة وجينان عم يتمشوا هون بالقصر، وقالوا لي إنه حضرتك رجعتيهم، مزبوط هالشي؟ ليش معقول يرجعوا بدون ما أنا وافق؟ كيف بتوافقي يرجعوا لهون على الحرم لك بعد ما حاولوا يحرقوني؟ مو على أساس أنت عاقبتيهم؟ الجاريات أخذوا عقابهم وخلص. فاطمة كان لازم ينقطع راسها على اللي عملته فيني يا مولاتي، كافأتوها وساويتوها الجارية المفضلة لناهي الدوران، وجينان يلي قطعت لسانها للجارية هزار هلأ هي جارية هون. انتبهي منيح، موقفك كل ماله عم يصير أضعف من قبل سلطانة، عمايلك بالأخير رح توقعك. أي بيكي؟ سلطانة خير؟ شبكي محمد؟ مريم؟ تركونا لحالنا حبيباتي. شو القصة؟ ما عم صدق هالشي. معقول يجوزوني بدون ما أكون موافقة؟ طيب مصطفى شو قال؟ هو يعني موافق؟ لا، هو كمان تفاجأ مثلي. لكن من شو خايفة؟ خلص اطمني، اتنيناتكن مو موافقين على هالزواج. مزبوط هالشي، بس السلطانة مصرة. وإذا كانت مصرة مستحيل تخليكن تتجوزوا بالقوة. وبعدين اللي بعرفه إنك بتحبي واحد تاني. سلطانة لا تخجلي بحبك، اصحك، لأنه الحب مو عيب، كل الناس بتحب، ومشان هيك لازم تدافعي بقوة عن حبك يا أيبيكي، وأنا رح كون واقفة جنبك. كوني مطمنة، أنا ما رح خليك تواجهيهم لحالك. بس أخي مصطفى كثير مشغول بهالفترة، يعني ما رح يقعد معك. هو وعدني بهالشي وبكرة رح شوفه. بس يتزوج أكيد رح ينسانا. شو عرفك إنه رح يتجوز؟ محمد هو اللي قال لي. لا، مو صحيح هالحكي. عم تتسمعوا علينا ما هيك؟ هالتصرف عيب، لا تعيدوه مرة تانية. مولاي السلطان سليمان المعظم، حبيبة قلبي، محمد مولاي، سلطانة قلبي وحياتي، مولاي إذا أخي ما بده أنا بتزوج لأيبيكي. مو بكير عليك؟ لا بكير ولا شيء، وبدي جناح لحالي، يعني لأمتى بدي ضل استنى؟ هلأ دروسك هي الأهم. فوتوا لجوا، أنا والسلطان في شيء بدنا نحكي. معقول يحكوا بهالموضوع بدون ما ياخدوا رأيك يا مولاي؟ شو هاد اللي عم تقوليه ويام؟ مولاي أنا قصدي إنه زواج مصطفى شيء كتير مهم، وبعتقد هيك موضوع حساس ما لازم ينترك للسلطانة الأم ولناهي الدوران. أكيد أنا مو تارك الموضوع لأحد يا ويان،
بس كمان أنا موافق على الشي اللي قرروه؟ ولا أنت شايف شي تاني؟ أيبيكي ومصطفى اتنيناتهم مو موافقين على هذا الزواج. أنا حابة إنه الأمير مصطفى يتجوز من المرأة اللي هو بيحبها. بطلب من الله أنه يقدم له اللي فيه الخير هو وكل أولادنا. آمين آمين. سلطانة هيام أهلا وسهلا. شكرا إبراهيم باشا. والفتخانو باشا. سلطانتنا الحلوة مريم كيف اليوم؟ منيحة كتير يا باشا. شو هاد؟ هاد شو عم بيساوي هون؟ أنطوان، هذا من أهم النحاتين اللي بيعملوا تماثيل. جينا نزور السلطانة خديجة يا باشا. أهلا وسهلا، تفضلوا. السلطانة قبل شوي طلعت على غرفتها. مريم، امشي معي. سلطانة، اسبقوني هلأ بالحاكون. بدك تساوي تمثال لإلك مو هيك؟ أنطوان رمم التماثيل اللي عندي مشان هيك فكرت بالموضوع. بس ما يكون عند حضرتك مانع؟ أكيد لا، هالموضوع ما بيخصني. ساوي اللي بدك يا. شكرا لإلك يا سلطانة. ما بعرف كيف السلطانة خديجة سمحت بهالشي. غريب، يلي بعرفه أنه السلطانة ما بتحب التمثيل. فيكي تروحي تسأليها بنفسك. واضح أنه جلالة السلطان سليمان موافق أنك تعمل هالشي، ولا أنا غلطانة؟ طيب رح أتركك لتكمل تمثالك. شو عملتي اليوم؟ رحنا زرنا السلطانة خديجة. مريم حبت تروح تشوف الأولاد، وأنا كمان كتير عم اشتقلهم. تعالي لعندي. كيفهم؟ إن شاء الله صحتهم منيحة. الله يحميهم. نشكر الله كتير مناح. وشفت إبراهيم باشا اليوم، كان مبسوط كتير. صاير عنده رفيق جديد مولاي. ومين بيكون هالرفيق؟ أنطوان بظن اسمه، ويمكن من البندقية. شاب نحات وقالوا لي إنه موهوب كتير. محظوظ إبراهيم فيه. أنا ما سمعت عنه. ليش ما خبروك عنه؟ إبراهيم باشا جايب نحات على القصر اللي عنده مشان يعمل له تمثال لإله. لو بتشوف السلطانة شو مرعوبة، تعرف هدول برأيها ممكن يجيبوا بلوة. بس الحق معه، لأنه ما في داعي يعمل هيك شي، وخصوصاً بعد يلي صار. بكرة رح ترجع المشاكل ورح يقولوا أنه إبراهيم باشا عمل صنم. خلينا مبسوطين هلأ وبلا هالمواضيع كلها. مريم، شو هالجمال كله؟ بكرة رح تلوعي قلوب العشاق.
كيفك مريم؟ منيحة سلطانة، وانت كيفك؟ انا كثير منيحة نشكر الله. مريم رجعي على الأوضة. انبسطت بشوفتك. هالبنت شو عم تعمل معك؟ كوثر صارت بخدمة مولاتي فجبت فاطمة محلها. تعرفي صعب الوحدة تلاقي جارية بنوثق فيها هالأيام، بس بتعرفي إنها حاولت تموتني من شانك. بكرة أكيد رح يفكروا إنك واقفة جنبها وداعمتيها. كم مرة لازم نعيد الموضوع يا هيام؟ أنا هالموضوع ما لي علاقة في بنوب، ما في ببالي هلأ غير شغلة واحدة وهي مستقبله لمصطفى. أكيد بيكونوا خبروك. الأمير هو وبنت سلطان الكرم رح يتزوجوا. طولي بالك، لا تفرحي كتير. شو بيعرفك شو حيصير بكرة؟ لا تحاولي وتتعبي حالك على الفاضي، ما حدا في وقف بوش نجاح مصطفى لو شو ما صار. سلطانة لا تواخذيني، ما انتبهت لك. فاطمة خانم، تتذكري هداك اليوم شو عملتي فيه؟ أنا مو نسياني.